كلمتي في البرنامج انه هل صحيح ان هناك نمط للعامل الاردني ونمط للعامل السوري والعراقي، ام انها كلها قصص هاي يعني واهيه وما الها صحه؟ يعني قبل ما اتحدث عن الانماط كما ذكرت حضرتك، اتحدث عن انه وجود ظاهره العماله المهاجره هي ظاهره عالميه وليس مقتصره على الاردن. نعم. بمعنى آخر، لا يوجد دولة في العالم لا يوجد فيها عمالة مهاجرة. نعم. هذا من حيث المبدأ اللي نتفق عليه. نعم. هذا أولا. العمالة المهاجرة من الأردن وإلى من الأردن وخارج الأردن. نعم. إلى يعني إحنا الأردن على سبيل المثال نحن مصدرين للعمالة. نعم. ونحن مستقبلين للعمالة. نعم. إذا رحت على أي دولة في العالم هي مستقبلة للعمالة ومصدرة. لا يوجد دولة في العالم لا يوجد فيها عمالة مهاجرة. لا ممتاز. يوجد. ولا يوجد دولة لا تصدر عمالة. من حيث المبدأ، وبالتالي هذه الظاهرة لازم نتعامل معها بأريحية، ولازم نتعامل معها بمنطق حقوقي مرتبط بأنه الجميع له حقوق، لأنه أي اقتصاد على سبيل المثال، فلنأخذ الأردن ونركز حديث عن الأردن، لو لم يكن الاقتصاد الأردني بحاجة للعمال المهاجرة لما جاءت العمال المهاجرة للأردن. الدليل أنه هم بيجوا بيشتغلوا. نعم. هلا ليش بيشتغلوا عمالي مهاجر، بيشغلوا القطاعات العمال بتشغل عمالي مهاجره او عمالي وافد بنسميهم بالاردن وبيشغلوش اردنيين؟ هذا مرتبط بالسياسات العامه للدوله.